سنتوقف مع نكهة الكرة العراقية المتواجدة في الإمارات وهي الجماهير العراقية التي يعني تحمل الطموحات والأمنيات برؤية منتخب سود الرافدين بأفضل مستوى والوصول إلى أبعد مدى ممكن في البطولة. هذه وقفة مع جماهير الرياضة العراقية من الإمارات، نتابع. قدموا الشباب ما قصروا، يعني مباراة حلوة، كان يعني تقريبا يعني عوزنا هدف واحد والأمور تكمل والفرحة تكمل، بس على استديوهم القادم إن شاء الله أفضل. مباراة واستمتعنا بها ولو بالتعادل احنا صعدنا، بس أبدعنا بالتكتيك وبالخطة وإن شاء الله الكاس عنا إن شاء الله. والله هم زينين يعني كل زينين، بس اليوم المفروض يعني نفوز، بس الحمد لله على كل حال. المباراة كانت صراحة قوية والفريق العراقي ما قصر صراحة، هو أوريدي ضامن تأهله للدور 16 أمامه مباراة أيضا مع قطر والسعودية وإن شاء الله يجتازها، والجمهور أيضا شفته آزر المنتخب كل ما يقدر عليه، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق بالمراحل الجاية، لأن لحد الآن الفريق مبيض الوجه مثل ما يقول، والفريق الإيراني تعرف أيضا فريق قوي معروف، بس إن شاء الله العراق يتأهل ويضمن النقاط اللي يريدها. المباراة كانت حلوة كلش حلوة، والحمد لله ما قصروا لاعبنا فضل الله، وإن شاء الله الكأس عراقي. من وين؟ من البصرة، من العراق.